أتألم أو أبكي حبي وأتألم وأقول خلاص توب يا قلبي من حب ما ربي يتعلم ألاقي أحلامه تجيني من زمنا بيتصحيني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو بيشاهد القناة أول مرة أعمل اشتراك عشان يصلك كل جديد. اليوم سوف نتحدث عن فنان جاء إلى الوسط الفني في فترة صعبة جدا، وفنان أغانيه سبقته قبل ما هو يحضر الخرطوم. يا جميل يا حلو الميعاد ويا عينية وسط الخرطوم، وكانوا يغنوا فيها فنانين هو قبال ما يصل هو صاحب الأغاني. الفنان زي ما استمعت في البداية هو الفنان صالح الضي. صالح الضي من مواليد مدينة بارة سنة 1936، بعدين انتقل إلى مدينة اللويض على حسب وظيفة والده، كان في الجيش والده، ومن هناك جاء العاصمة ثم سافر إلى بورسودان. مكث في بورسودان 7 سنين وجاء فنان مكتمل. صالح في بداياته كان بيكتب الشعر وبغني غنى حقه يعني، حتى يعني سعد جاء صوته بالأغاني حقته اللي هي يا جميل يا حلو والميعاد. بعد ذاك صالح في بداياته يعني كان بلحن الأغاني حقته، ثم إنه التغى بالشاعر إسحاق الحلنجي و يعني أداه كم عمل، لأنه كانوا كلهم ساكنين في منزل واحد وكده. وبعد ذاك يعني انطلقته ووجي صوته في سنة 1968. نسمع عمل ونجي راجعين. قلبي يا حبيبي لقلبك يسعسع، قلبي المال يا حبيبي لقلبك يسعسع، ويوصيك أوعى تنسى كل يوم رسل جواب، وأنا كل لحظة تمر علي بقول حبيبي الليلة، وأنا كل لحظة تمر علي بقول حبيبي الليلة. حبك نار بين ضلوعي، نار الشوق والحنان، أنا يا رئيس لغريبتك وحبيتك من زمان، أنا يا رئيس لغريبتك وحبيتك من زمان، كان غنيت للأيالي وكان طافان للأيادي وكان طافان الزمان. قبل ما يعني صالح يجي صوته ويصر، صالح ظهر في مهرجان المديريات وكان بيمثل مديرية كسلة مع بعض الفنانين كسلة في الوقت ده وكده. وبعدين سعد جي سكن في الخرطوم سكن، وهو محمد الأمين وأبو عرك البخيت وخليل إسماعيل وإسحاق الحلنجي.
وشكلوا يعني الأربعة ديل يعني فترة زمنية يعني حتى هي في الغناء السوداني محصورة بيناتهم الأربعة. الأستاذ إسحاق الحلنقي في إحدى اللقاءات قال إنه هم ما كان عندهم هم غير إنه يفرحوا ويدوا الناس الفرح، وفعلا كانوا هم بيفرحوا وفرحوا الناس وبيدوا الناس الفرح. في الفترة دي صالح كان مجتهد جدا جدا، وهو بعد ما وجد صوته في الإذاعة سافر مصر عشان يدرس الموسيقى لكن ما أكمله. وبعد ذاك جراجع التقى برضو عنده فترة مع أبو آمنة حامد. نسمع لنا أغنية من أغاني الوقت ذاك من يعني كلمات أبو آمنة حامد ونجراجعين. يا مدينك يا مبابك لو بحس دقات قلوبنا كان حكالك كان بكالك كان حكالك كان بكالك نحن ما ناتك نحن ما ناتك 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 ما ناتك شبابك نحن ريتك نحن ما عمرك ما عمرك نحن ما عمرك نحن ما عمرك ما عمرك ليه بتهتم انت في لحظات تجني البنين اه بعمر مخضر طويل الدموع في عيوننا تتحجر عشانك ما بتسيل قدر ما نحاول نشيل همك بتتمرد قلوبنا وما بتشيل ما ناسك نحن ما ناسك ما ناسك نحن ما صالح عرف في الوسط الفني انه انسان مجتهد ويعني وانسان بحب يعني العمل حقه ده حب شديد جدا، بحب العمل الغنائي شديد. في بداياته طبعا انا في حاجه ما ذكرت عليكم يعني اسرته مشهوره بانها اسره يعني تمتهن مهنه النجاره. صالح في بداياته كان يعني امتهن مهنه النجاره لكن بعد ما بقى فنان محترف ترك المهنه وكده، لكن برضه قالوا كان مجتهد جدا يعني في 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 الحانه في غناه وكثير يعني البروفات وكده. وصالح بعد ده كله يعني بعد الانتاج الضخم اللي عمله ده يعني عنده الحان غريبه. انا يعني بعتبر انه صالح في فتره من الفترات كان يعني زي هو شلال من الالحان. لحن اول حاجه لابو امن حامد ضحك المغلتين ونحن مع ناسك، وتاني لحن له أغنية تالتة. بعد ذاك لحن يعني الأغاني اللي لحنها في فترة معينة وكل الأغاني ما بتشبه بعض، دلال لبابكر عبد الرحمن، وعنده أغنية لخليفة الصافي اسمها سلوى لحنها غريب جدا لكن قريبة لضحاك المغلتين. لحن أغنيتين برضو لمحمد علي أبو قطاطي. نسمع فرحة ونجي راجعين. يا نفسي أغلى شبابي كان ضايع سدى يا نفسي أغلى شبابي كان ضايع سدى وحدة
الإنسان تاير في متى هات الزمن. وحداني تاير في متى هات الزمن. زاد الأمان ودربي محفوف بالشجن. أبني وأهدي أبني وأهدي تاني أرجع وأبتدي. لكن خلاص ودعت أيام العذاب لكن خلاص ودعت أيام العذاب. ولقيت حبيبي البعت من أجل الشباب ولقيت حبيبي البعت من أجل الشباب. نور ظلامي تعبت به زماني طاب نور ظلامي تعبت به زماني طاب. فارقني أمس وعشت لي يومي وغدي. صالح يعني رغم انه عمره قصير لكن كان مردوده الغنائي كبير جدا. وصالح يعني غنى غنى كبير لو عن اي فنان تاني كان يحتفى باحتفاء شديد. نحن ما قاعد نحتفي بالحاجات السمحة حقتنا يعني. يعني هسه صالح مثلا انا بحب انه اسمع له كتير جدا يعني. اغانيه كلها اغاني مختلفة وكلمات بسيطة. حتى الكاتبة هو الحانة مختلفة يعني. زول ملحن قريبة 25 إلى 30 لحن كله لحن ما بيشبه أخوه. لأنه هو زول أصلا عنده فطرة في الألحان وكذا. صالح حبه لمصر وسفره لها كثير حتى انه عنده اغنية الميعادي غنتها فرقة رضا وجابت بها مسارح مصر كلها وجابت بها برضو جات في السودان هنا غنتها
لأنها فرقة استعراضية كبيرة جدا فرقة رضا دي، فنة الميعاد وكده. قبل احنا ذكرنا الشعر اللي غنى لهم صالح، برضو غنى ابو امن حامد واسحاق الحلنقي محمد علي ابو قطاطي وبابكر عبد الرحمن ومحجوب شريف شروق وغروب وتجسير عباس اغنيه وطنيه. احنا محتاجين نسمع غنى ما مطروق. فمن شهين شهين ومن بتول بتول ومن عصين عصين ومن زلول زلول يا أريحي يا تحسن تكاثرت في بخيل مد الأيادي وضمني اخضر آرى هذه الحقول قلبي الجميل. شربت من مغلتيه وعد اللقاء المستحيل سكرت لكن مثلي هل يرتضي بالغليل لا يرتضي بالقليل شربت من مغلتيه وعد اللقاء طبعا صالح توفى في القاهرة سنة 1985 ويعني وخلى غنى كتير جدا. قبل ما يتوفى بثلاث سنين سجل كان زي أربع أغاني، الإذاعة أغاني كانت جديدة وكده، وبعد ذاك وسافر مصر وتوفى هناك معه الفنان التجاني مختار، والوفاة كانت في سنة 85. صالح أغانيه الغناها يعني راسخة، لأن أغاني مثلا جاية من المجتمع مثلا أوعك تخلف الميعاد، يا جميل يا حلو، بتتغير، أغاني كلها جاية من المجتمع يعني وراجع على المجتمع، والمجتمع ما بيقدر يعني ينساها ولا لأنه صالح. نحن حاولنا نعمل مسح خفيف كده في الفترة القضاها صالح اللي هي فترة بسيطة جدا ما تتعدى 49 سنة، لكن فيها منتوج ومردود موسيقي كبير جدا جدا، ويعني ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أصحاب اليمين. في الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا في انتظارك يا طير على وفرت جناحك يا طير على دهاري وفرت جناحك يا
بل تعود لازم تروح من تاني مرة ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم بخض عيني ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم بخض عيني ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم خبر عشيه عزون العازل ما نامت عينيه عزون العازل ما نامت عينيه اهزم بالجنيت هل في المفتنيه يا عينيه انت باكر مسافر يا طول البحر عليا